في عام 1810 محمد المرابط كان ساكن في مدريد في كاي الكالا سينتو 96، مجوج وعنده 7 البنات، وساكن في واحد الحي فقير وعايش في واحد البركة، ما عنده خدمة ما عنده والو. في الصباح بكري كيهز واحد الشكارة وكيخرج وكيطلع من المدينة وكيسعى وكيقول لي اعطيني خبزة ربي عاونو وربي معاه، وهو ماشي لي اعطيني خبزة ربي عاونو وديما معاه. كاين اللي كيعطيه خبزة، كاين اللي كيعطيه 4 خبزة وكيعملوه بديك الشكارة. واحد النهار جاز قدام واحد الدار كبيرة وعلي عينه فيها وكيشوف واحد الشرجون كبير، واحد الإنسان واقف وكيشوف في المرابط، إنسان طويل وعنده شلاغم وكيتصنت على المرابط كيقول لا غدا المرابط رجع من تما، ديك الراجل هود وعيطنا المرابط وفتح ديك الباب وعطاه خبزة. ديك الخبزة صحاح المرابط كيديهم يبيعوهم، وديك النصاص والربوعة كيخليهم، ديك الفلوس اللي كيبي كيشبر في ديك الخبزات كيشري ليهم السكر واتاي، وكيمشي في حالو المحل ديالو باش كيعطي ياكلو ولادو. جازت 30 يوم، ديك الراجل ديك اللي في ديك الدار كبيرة عيطنا المرابط، قالو ديك الخبزة اللي كنعطيك كتاكلها أو لا كتبيعها؟ قالو لا سيدي، الخبزة اللي هما صحاحين كنبيعهم، وديك النصاص والربوعة هادوك كنديهم من الدار، وديك الفليسات اللي كنشبر كنشري بيه السكر وكنشري بيه بعض الحاجات. قالو دخول. المرابط دخل ديك الدار، قالو لمن كتبيع ديك الخبزات؟ قالو واحد الطراف هفاين قريب، ديك الرجل عيط لجوج درجال وقالو مشيو وجيبو ديك الطراف. المرابط بقى كيشوف ديك الدار، قال هذا ماشي، هادي ماشي دار، هذا قصار. هيدا وجابو ديك الرجل ديك الطراف ودخل، قالو كتشري يوميا من عند هاد السيد الخبزة؟ قالو ايه. قالو شحال من خبزة شريتي منو؟ قالو شريت منو 30 خبزة. قالو كتاكلهم؟ قالو ايه. قالو شني جبرتي فوسط ديك الخبزة؟ قالو كل خبزة كنجبر فوسط منها حجرة ديال الدياموند. قالو شحال من حجرة عندك؟ قالو عندي 30 حجرة دياموند. قالو ونزلهم فوق ديك الميسة، حشا يدو في الجيب وجبد واحد الشكيرة فيها 30 حجرة ديال الدياموند ونزلها فوق الميسة. قالو شحال كتعطيه هنا الخبزة؟ قالو كنعطيه بسيطة. ديك الرجل المهم جبد صبر 30 بسيطة وعطاها للطراف، قالو سير في حالك. ديك الطراف مشى في حالو، ديك الرجل المهم هز ديك الشكيرة وطلع في شي دروج وهز واحد القجيار وخوا فيهم ديك الديامانتيس وعيطنا المرابط. المرابط طلع في ديك الدروج وقال له مجوج؟ قال له ايه انا مجوج. قال له عندي 7 البنات. قال له حاصل هذا القجيار بهاد الديامانتيس، هادو هما ديالك.
مشي وبيعهم وعيش مع وليداتك بسبعة كما بغيتي ورديتي وسير الله يهنك. جا المرا بتشافي قال له بارك الله فيك وربي معاك وربي يعاونك والله يطول لك في العمر. المرابط بدا هو في الدروج وهو جهق له رجله وطح وبدا كيتكركف ديك الدروج. ديك الراجل المهم تقلب ومشى على الحاشيه الدروج وطلل وكيشوف المرابط نطيح في الرحبه وهو كيجري. ديك الراجل المهم شاف المرابط نطيح في الرحبه والديامانتيس كندورين به كيشعلو وعمل في الحيط هيدا وشاف الدم في الحيط اللي خرج من الودنين هذا المرابط مكتوف ديك الحيط انا فقرته وانتينا غنيته لكن انا قتلته وانتينا حيه.